السلام عليكم، انا في مراكش دابا. قرا لنا شي آية، بسم الله الرحمن الرحيم. فقال فرعون ضروها ليقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. صدق الله العظيم. شنو بغيتي تقول؟ شي كلمة، عطاني شي كلمة. شنو باش كتحس في هاد اللحظة هادي؟ شنو كتحس في هاد اللحظة هادي؟ شنو بغيتي تقول للأمة، العربية والإسلامية والمغاربة كاملين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني صافي، مات الرحمن، ما تقولش فينا. لا إله إلا أنت. أنت سبحان الله مرتاح في هاد الحالة هادي. شوفوا انتم، ما بغى ياخذ فوقيه، ما بغى يلبس صنداله، ما بغى يطلع معنا للدار، ما والو. ها قرا سميت باش طلعت تاكل فيك الجوع. الله يرحم ليك الوالدين. انا عرفتش. انا شوف، انا راه ديجا عندي العائله كامله في اكادير. شوف كنمشي لاكادير، انا كنعرفك انت ولد اكادير، ولكن اش جابك مراكش بالضبط؟ اجينا. صافي خوتك حنا صاحبي. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا راه عنده فيديوهات في يوتيوب، ما بغاش سبحان الله، ما بغى يبقى بحال هكا ومرتاح في هذه الحاله هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوّاهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. شكرا. حم والدي. يلا تغدى معنا يلا. والله ما الله يرحم الوالدين. الله يرحم الله. الله خويا كليد، عطوني هذيك الناس الغداء، هذاك اللي الصنداله. شوف خذ الصنداله، خذ سايبه الصنداله، لبس الصنداله، خلي غير هذيك، حيديك فوقيك حلا حيد. والله يرحم. وشوف شوف لا بغيتي، ربي يسهل عليك، لا بغيتي ربي يسهل عليك. وجهي لله بس تستنجر. الله يرحمك الوالدين. حشومه عليك، والله الا حشومه عليك بالله. وفينا بغينا شي جمعيه خيريه تتعامل معاه، بغينا فينا وما وفينا وما وفينا. هاد الناس هما اللي خصنا نتعاونوا معاهم. سبحان الله. شو انا من كازا جيت لمراكش عايش مع هاد الحاله. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. تعرفوا